خلونا دلوقتي بس نستعرض مع حضراتكم كده الأول جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وبعد كده هنبص على نشطتنا الجوية. جولتنا المرورية هنبدأها من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية عند رمسيس بتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. هتظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطه في شارع رمسيس وصولا للعباسيه ومحور النصر حتى المنصه وشارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين، منها طبعا ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. هنروح كده لمحافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات، خصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي عليه كده بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لغاية نادي الزمالك. هنروح شارع فيصل هنلاقي ان فيه كثافات مروريه، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه، بتظهر كمان على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان كثافات مروريه متحركه، يفضل التوجه لعرابي، كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدنيه. ظهرت كمان كثافات في محيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور عرابي كثافات بسيطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين. تعالوا نروح كده محافظة الإسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، كثافات متفاوتة كده عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فهنلاقي إن فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية وهنروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، هنلاقي إن الطريق فيها بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها بعض الكثافات المرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة درجة الحرارة هتشهد استمرار لانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، هيسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب البلاد. درجة الحرارة متوقعة النهاردة في القاهرة تكون 35 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل الطقس بس بعد شويه.